بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. يعني الساحة نفس الساحة العقلوية، ومضى على أهداف متحركة متلاصقة ظهر النظام، الله عثيان حراس مرمى، والفريق يلعبون، فريقين يلعبون، أربعة ضد أربعة، ومدربين مجهزين، الوقت الفعلي للتدريب يجب أن يكون لا يقل 25 دقيقة تمرين، أنه المدرب يختار مدرب اللي أسفل اللوغو، يختار أي من اللاعبين يعطي الكرة صغار بعض أربعة للساحل بهذه الساحل، إذا كان مستطعم يسجلون المهاجمين وكذا المدافعين يمنعون من ذلك، يحاولون إعادة ربح الكرة لعب للمهاجمين زملائهم، عشان الزملاء مهاجمين هنا شبتوا على هذا، فالكرة ذاهبة قادمة ذاهبة من مدافعين مربع إلى مهاجمين مربع، وذاهبة من مدافعين دائرة إلى مهاجمين دائرة دون تحول باللاعبين بس، فيحدث عند فريقين اتجاه هدفي كرة وترانزيشن، هذا هو المهم عندي بالنسبة لي في تدريب كرة القدم، في تدريب التكتيكال جيم هو الترانزيشن أهم شيء، عشان صورة اللعب مصطلح اللعب يكمل التحول، فيكون التمرين من التمارين جيدة. إذا سجل فريق المهاجم هنا مثلا اللي قلنا إحنا عليه، فريق المهاجم هنا المربع مثل مربع وسجل هنا، خلاص حارس يأخذ الكرة، يأخذ الكرة ويعطيها لأي من المدربين أو يبدي اللعب مع الفريق المدافع اللي هنا هذه الساعة، عشان فريق المدافع بعد ما يسجل الفريق المربع الجول الدائرة يستلمون من الحارس الذي سجل في مرماه الهدف، والدائرة الآن ما يحق لهم التسجيل دايركت في هدف المنافس، وإنما يلعبون الكرة إلى مهاجمين الساحة الأخرى، وهكذا الكرة يعني يكون لها مدى واسع للعمل. إذا ما تمكنك أنت كمهاجمين تسجل هنا، حول الكرة إلى مدافعيك هنا ممكن أن يساعدوك في إعادة الحيازة، إذا ما كان المدافعين لهم فرصة أن يخلصون الكرة حاول أن تضغط على المهاجمين وتخليهم تحت ضغط، تقطع عليهم تمرير بزوايا جيدة وتقطع عليهم التصويب من مديات بعيدة، يسموه بلوكينج للبول، وهذا كله من التمارين اللي ممكن إجراها في أي مكان من السحلة. أنا اخترت دائرة الوسط عشان أنه لا يمكن تنفيذ التصويب إلا من خارج دائرة الوسط، فيكون التمرين جيد. معناه أنه المدافعين هنا إذا لعبوا للمهاجمين هنا الكرة ممكن أنه بالوان تاتش يصير الشوت، ماكو داعي للحيازة، لأن يكون المدافع في غفلة، فإذا نفتر المدافع هنا دائرة ولعب إلى المهاجم زميله في هذه المنطقة، هذا يقدر يصوب بالمباشر، هذا يقدر يصوب بالمباشر وتنتهي المسألة. هاي التمارين بها ترويح، بها طاقة عالية جدا جدا، المسافات شوف أنا ما أخذ مسافات جيدة جدا، أربعة ضد أربعة دائما نعطيها 40 في 50، 40 في 50 يكون ممتاز، تريد تعملها 40 في 60 اعملها 40 في 60، ساحتي التدريبية المعروفة يكون التمرين ممتاز، والوقت الفعلي للتدريب يجب أن يهتم به المحاضر، يجب أن يهتم به المدرب، دائما في تمارين اللعب ركز على توقيت الوقت الفعلي للفعالية، الوقت الفعلي للعب، يعني لا تحسب الكرات المتوقفة، لا تحسب زمنها، ولا تحسب الكرات الخارجة من الساحة، ولا تحسب أي توقفات أخرى، دائما الكرة في الساحة، لذلك يكون واجب المدربين التجهيز 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 التجهيز،
يسمون التجهيز بتيار من الكرات سواء في هذه الساحة أو في تلك الساحة. هذا جيد. اثنين، ممكن أن أقول أنه اللعب كرة واحدة أوكي، لكن أي فريق عنده كرة مثلا مربع عنده كرة يحق يسجلون من الساحة اليمين وكذلك يحق لهم يسجلون من الساحة اليسار، ما في دفاع وهجوم، لا لا لا، يعني ما أقسم الفريق لا هذا هجوم وهذا دفاع، لا أقول نلعب 8-8 يا شباب، يعني وهذا عدد جيد طبعا ممتاز هذا العدد، فنقول يعني ممكن تلعب 3-3 في كل ساحة ما في مشكلة، 8-4-4 حسنا ألعب 4-4 يعني كل ساحة 8 ممتاز. أقول لا الآن بعد فترة توقف أحول الفعالية إلى اللعب فريقين، فريق ضد فريق، اللاعبين كذلك ما ينتقلون، لكن إذا دائرة عندهم الكرة بالساحة اليمين من حقهم يسجلون لأن هم فريق مهاجم، وإذا ما قدروا يسجلون من حق الفريق الآخر الدائرة بالساحة الأخرى أن يسجل، فانتقال الكرة من الدائرة إلى الدائرة يعني الفريق الحاز على الكرة يضع الهدفين تحت تهديد التصويب من قبل المهاجم، هذا ممتاز أنا أعتقد هذا التطبيق ممتاز، والتطبيقات الميدانية تحتاج إلى يعني إلى ذكاء تدريبي جيد مرتبط فقط بما يعرف باستغلال الفرصة السانحة للتصويب على المرمى، باعتبار أن التصويب على المرمى من هذه المناطق هي ضمن مديات التصويب المتوسطة، فلا تهتم بحيازة الكرة أكثر من اهتمامك باستحداث فرص التصويب وين كانت من الفرصة الأولى ووضعها بالهدف. طبعا هنا تحول فريق المدافع إذا قطع الكرة يتحول إلى مهاجم، الحارس إذا صد كرة وكان الفريق المهاجم الدائرة يصبح فريق المهاجم المربع والدائرة فريق مدافع. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية. وقال أسمع عندنا في العراق دورة البرو يشرفون عليها العراقيين المميزين ومجموعة من المدربين الأجانب، وهذا شيء يفرح أنه دورات البرو وتجمع 26 مدرب، فتحياتي لهم جميعا وللمحاضرين ولكل إنسان يساهم في تطوير المدربين الوطنيين في مثل هذه الدورات، فتحياتي وتقديري واحترامي، وشيء يعني يدخل البهجة إلى النفس عندما يقرأ إنسان هذه المهام الجيدة في التعليم والتطوير. أنا موفق المولى، أسأل الله لكم الصحة والعافية، رمضان مبارك، مع السلامة.